عقد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام لقاء إعلاميا مفتوحا بمقر الوزارة مع عدد من أصحاب وممثلي مؤسسات الإنتاج البحرينية، حيث جرى مناقشة تفاصيل وأهداف مسابقة المحتوى الإبداعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بهدف تطوير محتوى تلفزيون البحرين في مجالات البرامج التلفزيونية والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني. وخلال اللقاء أكد سعادة وزير الإعلام أن المسابقة تأتي ضمن مختبر المبدعين الذي أطلقته الوزارة انطلاقاً من الرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في رعاية المبدعين، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدعم الابتكار وتعزيز إسهام المبدعين من أبناء الوطن والاستفادة من طاقتهم في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين على المستويات كافة. وأعلن سعادة وزير الإعلام تمديد فترة تلقي الأفكار المتقدمة للتنافس على الجائزة إلى الأول من يوليو من هذا العام، وذلك من أجل إتاحة مزيد من الفرصة أمام شركات الإنتاج الوطنية للمشاركة وتقديم أفكارها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأشار سعادة الوزير إلى أن اختيار الأفكار الفائزة في فئات الجائزة الخمس البرامج، المسلسلات، الأفلام، المسرحيات والأغاني سيتم من خلال لجنة تحكيم متخصصة وبناء على آليات ومعايير موضوعية تلبي الأهداف العامة للجائزة في تطوير المحتوى التلفزيوني والإذاعي، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت الميزانية اللازمة لتنفيذ الأعمال الفائزة. بحضور الشيخ هلا بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة نواة، نظم المركز البحريني للحراك الدولي في فندق ذي آرت بجزر أمواج حفل تخرج الفوج 30 من روضة أزهار الحراك، والذي يعد الفوج الأول من مركز منيرة بن هندي للتدخل المبكر. طبعاً كما نعلم أن العمل الإنساني الذي يصب في خدمة المجتمع، خدمة الأطفال، عمل نفخر به جميعاً. البحرين بهذا المركز، مركز البحرين للحراك الدولي الذي استمر لمدة 45 عام من العطاء، واليوم الفوج الأول لمركز منيرة بن هندي للتدخل المبكر وتخريج الدفعة الأولى، هذا فخر وبصمة مهمة في الخدمة الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الأهلية في مملكة البحرين. تحرص وزارة التنمية الاجتماعية وبتوجيهات من سعادة الوزير السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور على المشاركة السنوية لحفل تخرج الأفواج أطفالنا من جمعية الحراك الدولي وتحديداً روضة أزهار الحراك. وخلال كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة مركز البحرين للحراك السيد عادل سلطان، عبر خلالها عن شكره وتقديره لجميع منتسبي الإدارة والطاقم الطبي والتعليمي لمركز بنيرة بن هندي للتدخل المبكر على جهودهم في التعليم والتدريب وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة. طبعا هذا الفوج الأول إلى مركز بنيرة بن هندي ويعد الفوج 30 لروضة أزهار الحراك. طبعاً مركز منيرة بن هندي ليس مجرد مركز تعليمي بل هو مركز تأهيلي كذلك، نقدم العلاجات المساندة مثل العلاج الطبيعي والمهني. اليوم يوم فرحة الأطفال، مو قد فرحتنا إن احنا منخرج الفوج 30 والفوج الأول بعد من مركز منيرة بن هندي. صراحة مستانسة، شعور اليوم خارج عن الوصف يعني. وفي الختام كرمت الشيخة هلا بنت محمد الخليفة خريجي الحفل متمنية لهم مزيدا من التطور والنجاح. أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني الدورة التأسيسية للدفعة الأولى للمشاركين في برنامج التطوع، والتي تستمر مدة 8 أسابيع، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل المتطوعين لمهام رجل الإطفاء للانخراط في عمل الدفاع المدني. برنامج التطوع تدني فيه حسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية
اللي أرسى اللبنة الأساسية لوجود المتطوعين في مختلف المحافظات. تم اختيار المتطوعين على حسب المحافظات. البرنامج هذا راح يحتوي على 200 متطوع. حالياً عندنا 54 متطوع كدفعة أولية، راح يستمرون لمدة 8 أسابيع، راح يمرون في مختلف البرامج لتهيئتهم أن يكونون رجال للدفاع المدني، موزعين مثل ما ذكرت على حسب المحافظات لخدمة الدفاع المدني. تم عمل برنامج مختص للمتطوعين، وهناك رجال الدفاع المدني من ضباط وأفراد مدربين مهيئين لتهيئة المتطوعين للعمل الدفاع المدني. وأعدت الإدارة العامة متمثلة بمدرسة الدفاع المدني برنامجاً تدريبياً لمتطوعي الدفاع المدني، تم تصميمه وفقاً لمتطلبات العمل الميداني من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والعملية في مجال علوم الدفاع المدني، مكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ في المباني وحوادث المركبات والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المواد الخطرة. أشكر جلالة الملك المعظم على هذه الخطوة الممتازة جدا، واللي تعطيني فعلا أن أنا كمواطن تشرفني حقيقة أن أنا أقدم هاي الشيء حق ديرتي. يشرفني أنا كمواطن بحريني أقدم الدعم والمساندة وأساعد ديرتي وأخدمها وأخدم في الدفاع المدني كمتطوع وأجازف في أنقذ الأرواح، وإني أقدم كل ما عندي. سجلت في التطوع عن طريق المنصة الوطنية للتطوع، حبيت أن أشارك في التطوع لأن خدمة وطنية وخدمة مجتمعية لما فيها من إنقاذ للأرواح، إنقاذ للناس، فيها تنمية لروح المواطنة. كعمل تطوع الدفاع المدني أشوفها خدمة إنسانية، وهي خدمة صعبة بس إن شاء الله نكون قدها ونسوي اللي علينا، لأن هي عمل صعب، عمل بطولي، إن شاء الله إحنا قدها. كما عملت الإدارة العامة على تدريب وتهيئة المتطوعين بدنياً وذهنياً ليستطيع تحمل وتنفيذ كافة الأعمال والتمارين والتدريبات التي تطلب من المتطوعين في ميادين التدريب، والتي تمكنهم من تنفيذ عملهم بمهنية عالية، مما يسهم بشكل فعال في تقليل نسبة الأضرار البشرية والمادية وضمان حماية مكتسبات ومقدرات الوطن من الأخطار المختلفة.